سابتين النخوجل بصغة ونتضرع بالدمعة دي نفدى وننفني ونتبرع. الله خلقنا ناس فزعة وكلاشنا مدرع ومتى ما نطل بنعجب حتى ما بنسرع. مشاهدي برنامج مراء البادية داخل وخارج الوطن الحبيب، رمضان كريم عليكم، تصوموا وتفطروا على خير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. حلقة جديدة من أمراء البادية في حضرة ضيوف أساتذة في مجال الأدب الشعبي، الشاعر الأستاذ بلال عثمان البغدادي، أستاذنا الكبير عبد الله والضحوية. حبابكم في أمراء البادية، وفرصة سعيدة إنه الليلة جمعتنا حلقة نقول فيها للمشاهد كل جميل وسمح. وحبابك البغدادي، حبابك أخوي محمد الطيب، تحية لك والتحية لأسرة برنامج أمراء البادية والتحية لكل مستمعي برنامج أمراء البادية، ونقول لهم رمضان كريم عليكم، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ويوفقكم للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه، ونسأل الله أن نكون خفيفين الظل ونقدم ما يرضي ذوق المستمع والمشاهد. الله يديك العافية البغدادي. حبابك أستاذنا والضحوية. والله حباب وضع الطيب وحباب البرنامج الجديد، ونقول لك إن شاء الله ربنا يوفقك. الله يديك العافية. والمشاهد كده يستمتع بك، أنت أصلك زول ما شاء الله، زول شاعر وهلك شعرة. الله يديك العافية. ليك التحية والتقدير، وسعيدين والله أيما سعادة نكون في لمة كذي جميلة تجمع بين الضحوية وبين البغدادي. ويا البغدادي كاستهلالية كذي في حلقة جديدة من أمراء البادية، داير تقول شنو؟ والله يا أخي أول حاجة بمناسبة رمضان دي اسمح لي أقول لكل المشاهدين بيتوها النية لصيام رمضان، واخلصوا الأعمال لرضا الرحمن. يا أمة الإسلام، الصيام قد حان بالحساب العربي واكتمال شعبان، فرصة اغتنموها وجددوا الإيمان وصلوا جوف الليل ورتلوا القرآن، نسأل الله التوفيق إن شاء الله يا رب. الله يديك العافية. سلام، وانا حشتغل غزل ابو طيب. يا اخي قول اي حاجه مسموح لك وانت ضيف علي امراء الباديه. الله يكرمك في الدارين. تحيه لكل مستمعي امراء الباديه ومشاهديها، وسلام يا ضيفه الريل معيون سود، سلام منا السلام ما يطول لك انت حسود، عجبا فيكي قلبي عليك زي عود العشر مقدود، وقلبك قاسي زي صم الحجر مسدود، نطيب للغاك يا فكرا تملي شرود، نبادر بالسؤال والقى الجواب مفقود، زيد نفور تيه دلال جير صدود، وزيد في شوق شوقا ما تحد حدود، قوس حاج بك النصب الكمين ورصدني، غازي في رمش في سويداء فؤادي فصدني، الريم البنوقر اختار اغتيالي غصبني، صوب جوز نواعس في ثواني حصدني، مما شفت أصلي عرفت بترصدني، بحبا هلكني وفي الغرام وصدني، يا بعض العشق سيف الوداد فصدني، بعمل ليلة فوق سوق الهوى وقصدني، تاتي وتلي إيدك يا المشيك تاتاي، وتوقي وتري لي سببا بعرف براي، تيهك توح أفكاري وتعبت تراي، تليت آيات محاسنك وصوتهن في غناي، قول لحسام موازين الشعر اختلت، بحس بمخيلتي من ردق الحروف ملت، انا من ايدي من مسك اللي رايت خلت، وشي الحافظ من ذاكرتي بدا يتفلت. والله شي الحافظ من ذاكرتي بدا يتفلت. وبقول يا طيف الحلم ارجوك تمر بي جاري كويس، وقول له المحب غرقان في دمع الجاري كويس، ينبوع المقل في خدودي سوى مجاري، وانا في صدمه راكب فوق عجلتي وجاري. كثير اغنحت نفسي عشان نسيب الريد كويس، كثير اغنحت نفسي عشان نسيب الريد. قال لو بجدي التوسل منه ما قصرته، ده لو بجدي عاي منك ما شكيت وعلى جفاكي صبرته،
فارقت الوسن وزر السجد، عاصرت مالي عيون صورتك وغير ما أبصرت. نهاية احتدم الصراع بين الوسن وجفوني، خفقات قلبي زادت لي أحبة جفوني، جاروا وصدوا عني وغرروا حزفوني، حجبوا الطيف ومنعوا الرد عليه تلفوني. ينوم مغلتيك وعلي رموشك مسن، وانا والسجد قايسين نوم عيوننا الحسن. أخفيت المشاعر لي أبني دسن، ظهرا فوق غناي دروب لماك يتقسن. وانا يا صاحبي نظم الغافية ما بقاسيني، ده السهل الممتنع غنيت مآسي سنيني. يا درر الغريض إن كنت بتحسيني، حركي ساكني بيوارد غناك نسيني. روافد شعري والنمط من أكتب به، نابع من مخيلتي وقلمي مستسنيه. بسطاد الدرر بيت القصيد ببنيه، بسقف بالمشاعر إلا بعد ما فيه. الله يعاون. اعتصم الحرف والغافية ذات تنهيدة، عيني ساهرة ومغل المجازرة حجيدة. يا دفع الله نار الحب صعب تخميده، دايبة مشاعري فوق ريد المبوبة حجيدة. يا سلام. يا خليك التحية يا البغدادي وأستاذنا والضحوية، بعد دق الطبول العز جات يوم زينتك، صبحت لكيك مجمر حر وراد مخازينتك. يا الراتع السحة وراد البغيل وعسينتك، براقك شلعة مصلي إيلو فش قبيل. والله كلام جقلة والناقة معروف سمع. وأحيي المشاهد مرة ثانية. الله يديك العافية. وأخو روض الطيب المعد الزول الشعب الأنيق. الله يديك العافية. شعر الغزل المعروف وأنا مو معجبينه والله. الله يكرمك يا خديجة. فالشعر إن من الشعر حكمة، وإن اللي في البيان سحره. للحين. والعرب قالوا الشعر فيه 16 باب. للحين. لكن نحن أسعي ناس السودان ناس الدبيت مسكنا في المربعات. الحيط. والشعر يا الطيب اصله كلام مرصوص وكلام منمق وكلام له مضمون وله وزن وله غافية وله قداس وكلام مدفون في الحناية. الشعر في حداد السيوف وفي غاع البحر وفي سفوح الجبال. يفرح الشعر إذا فرح صاحبه ويغضب مع صاحبه، وطبعا مرافق الإنسان كظله. والشعر عربي يحيي عربي، وإن شاء الله إذا مات مات عربي. والعرب قالوا الشعراء لا يخلوا شعر حتى تخلي قلبي للحنين. وطبعا دي مبالغة. نعم. مستحيل. أيوة نعم. وقال ليها يا مسيدا بقصقص كل يوم في دروبه، من أولاد غريش يا الليلة ناش بحروبة. صح. يقلل فيها حصة صباح مروبة، يوم بيبطانة ترزم يوم تحن في غروبة. الله في غروبة. ويا يقلل بلاك ما بقولوا هامل وضايع. اي صح. يتم عزة الغوم للشراك والبايع. الحين والله. البلد البكور دابيه خلود وصقايع، عنيال مسنجعة للسحاب المايع. ما شاء الله. وعندها يوم كعب بالحيل وسيرته وخيمة. اي صح. تخلي الصلع من دوف سيدة عنده طميمة. اي والله. وفي اليوم اللي بيمرق بالصقيح الضيمة، ذاك اليوم بتقريدنا القروش بالكيمة. ابشر والله. وبعد دق الطبول العز جاك يوم زينتك. اي. صبحت لكيك مجمر حر وراد مخزينتك. اي يا راد على السحة وراد البقال وعسينتك، براقك شلع نصليل وفش غبينتك. ابشر بالخير. قدر ما الشعراء قالوا وعددوها نفايلك. اي تجيب الشبكة يا الشنقة وتوسخ فايلك. الله يتوسخ. لاحدود الحبش رات على الزقية شوايلك، مصنقعة شم ريح العز وفاتنا قبايلك. يا سلام. ويا جقل الميدان يلبونا بأخفافك سفينة بر ولزامة محول وجفافك. يا سلام. كان جاك الخريف تاني ببحث رفافك تمرق عروس وطرف اليوم سماح في زفافك. ابشر بالخير. ابشر والله. وعنده ولاد سعودي يا جقله جايبه زينه. الحيل. وفي السودان مجرده كله بنك وخزينه. خزينه. ما دام الله خلقك للفيا في سفينه، رد القفره وارتعي كل يوم بعسينه. الله يرتعي. ويا جقله اللي بفوق ذهب البنات سماحك، نفس درر الغوافي النادره يا هو شاحك. الحيل. كان جبت البلد وبهج الرجال جحاح تغدى الطير وترجمي بالغرور في مراحي. يوم متدري على السيال وحاطه برمته. يوم بالزازي بالبلد المخدر رمته. يوم بلد الجزر غادب بعيد بدعمته. يوم نجيبه في الهيش والوعر بضغمته. اي والله. يوم بعقالة تعتب ويوم مقيدة ترعة. ويوم تشابل العليف وتدني الفرعة. الحين. يوم بتقشط الكبريس وتملى القرعة. يوم بتهوق بالعطف ومسيار براعة. يا سلام. يوم عرضات صقورك فوق سرير مهجاري. اي. ويوم كاتل العقيد نواحت ودمعه هجاري. يوم مجدارك البلد العسيمته صفاري. يوم من فلة في
يقبال الحدود بتباري. أبشر والله. أبشر والله. أبشر. قال كاتل الغنم. أي. يوم اللي شغب الضيم. أي. أهلك شاف ليه دار الدمر والليم. يا سلام. بعد قلب الهوى وجاب السحاب الغيمي لما تعبت حتى القراد والهيم. يا سلام. ودنايت المسافات والوطن مطروحة وين ما عرفنا في البراق بشحت في روحة. أي. يا جبت الغوافي ممثلة مشروحة ناس مني غنوا وناس في الضمير مجروحة. والله. ويا الورد الودين والتبوب والجلطة. أيه. للشيري هم قوايم جاي بمليون غلطة غلطة الهر الزرار من العقال من فلتة دبوك تجعيني تمسر وانا واحد دلتة ايو والله ويا القاب الفيافي وناجع فوق مضرابك كيرك سلع الهربة ونفض درابك ايه يا كلين مباريك والحدي غرابك جازاتي وقنحك من التبوب وشرابك يا سلام ويا جقل الحطيلك بالصبيب اتواته اتواته واسعد المعاك في الزايل خرف وشاته الله يخرف وشاته دروب ليبك بقت وعرف برك حياتك يا برسلك وقم مقطوع وما بيتكاته ايه وقال ليها بعد العولمة أيه. كم الثقافة الفاخرة قامت جقل طيران للخليج مو باخرة اصلها بادي من جيت المدائن ساخرة رفعت راسه بالعز والشموخ لا الآخرة يا سلام ويا لازم الصبر دايما تحني هزيلة أنا مطمن ليك الصيفة الله يزيلة كان قلب الهوى والجبلة فك نزيلة عقب القفرة وين ما تبقي بالزازيلة ويا مؤمر بفوق نعم الحرير الغوفي عينك دي مرايغة وللوميض تشوفي يعني بالفطرة من ربط البيوت بدعوفي ليه ما أغني ليك وابعب وابدع وجيب الموفي يا سلام كيف ما أغني ليك وابدع يا سلام الله يديك العافية أستاذنا وضحها لي والله هو غناء البل وقت ما يكون كذي يفترض ما يكون غناء نعم الله يديك العافية وضحها يا البغدادي حبابك أستاذنا وضحها قبل شوية كان بيتكلم قال الزول ده يا جماعة بعدين بيسجل نمل يودم سيالة ليه الرحمة والمغفرة يودم سيالة كده نسمع النمل يودم سيالة زي شنو مثلا أول حاجة الرحمة والمغفرة لأستاذنا وعمنا وأخونا ومربينا عبد الباقي أحمد بشير الدمسيالة يا سلام نسأل الله له الرحمة والمغفرة نسأل الله أن ربنا يتقبل قبولنا حسن مع شهداء وصدقين إن شاء الله وأنا حنملي الدمسيالة بصوته ومن كلماتي الخاصة به تمام الليل أقول للعمدة نيران الجو الحراق يمر حر النول خل القلب حراب الله فاض ظلم الهوى وزاد للغريحة حرابة كتملاها عامل في الحلق عشراق الدر النفيس الغلب الغوص النفيس وإذا فؤادي لك مكانا خوص اللي غايت منايا ومن تحل إخلاص سهم الريد رماني وفي الدواخل غوص الليل دل في حضور يا اخي لا نايم خليه هاي لهيجه ما نقع في السدر باني خليه مجل الباري صور غامة النخلية وامرني غرامة سكن الدم خلية خلية يا سلام هاي غمرني غرامو وين غمرني غرام سكن الدم خلية خلية الله أبا حاجة طلبك أنا ما بالله يا أخوي لكن صوت ما ساعدني وبعتذر البغدادي بيقول يا فيلسوف حرف يا فيلسوف عصر الحرف ومجيده قود الغافية وغني على المبوبة حجيده بالغزل الرصي نحرس عليه تمجيده واحذر غازي فالدغس الطريف وبجيده لا رأيت مشاعري ولا عواطفي جاشت ولا غدرت روحا بيد روبك شاشت
غررت الرحيل مسرح خطاك اتماشت، انقطع العشم واحلام صباي اتلاشت، الرؤى والخيال وخطى الامان اطاشت، والنفس البريء قلب الهموم انحاشت، بالشوق والشغف افكاري خلفك داشت، غشيت مهجتي وعلى ذكرياتك عاشت، نذير الفرقه لاحلي في الافق لوعني، هدم روتي عمدا وبالوجل روعني، الوضع الحواجز من لغاه منعني، قال لي زورني لكن قلبي ما طاوعني، قدري ظرفي ان الشاب هواك جرحني، بعدك عني احزن جوفي ما فرحني، قرامك يا مسمع خلف السراب سرحني، جاب بي الصحاري وبغناية فضحني، انا قلبي مخلص لا خدع لا خان، صادق في وداد ضميري ما وسخان، للباع العواطف وللمشاعر خان، بجابها الهم وبتقوت اسود وخان، وبنوت الخيال نفس الشعر او حال نبيات القصيد درر الحروف ومجال، ظبيات الروين الكجر حجال، لا جلسا لفارغ ولا السعوب جسال، كاملات العفاف الحشمة كاسيال، الليل حزمن بدر السمت نحال، نعلات الضمير قاضي الغرام اهدال، الداهن صراح قتل النفوس حلال، البيصيه انكرف اندعاش اتمال، شاف الريف تخمسا وانزوى في سيال، ضاعف نجري وسالت دموع امقال، جفلا من نماط عوضت الا علال، صغيات الخلا الحال النسيم هبال، في جوف عاشق غارسات طبيعي نبال، من قصه زليخ الفتنه منسوبال، نحن نموت وهن الحب مجايال، يا حال النسيم رفغا لم انت غشال، غازل خصلة واتغطى بشبال، شرفات الرشا الخطوات واتمشال، في عز المنام شميت عبير شلال، انا عاشق وعيون يوت صاحيال، نهوى لغاهن الآثر فؤادي للال، نفرات الظبا الرادات أغاص تلال، ما بيات الأنيس ضرع النقيب في بال، بال خالي ما سألا علي نهاية، احتجبا من عيني من عني حتى وصال، ستات المحاسن الحميدة خصال، بهيم للي ماهن الوال النبي إهمال، قناص حريف بعاقب قصال، رنا طرف شاف ومن بعيد بصال، بالمحارب خاتل سارق النظر صاصال، اغتالن في لحظة وغزن نصال، خشا خشة الوادي احتسن زلال، شرفا وقلا وتحسسا عزال، خايفات الشرك والمصيد البأزال، قاطنات الخلا قلب المريد عزال، شحوب لوني نحول جسمي رقاد ملال، ارهق مهجتي واعضائي كب مسال، ساميات العفاف انا قلبي ما بنسال، بتحسس نظرة في النوم بناجي خيال، انت وضح لي زول الكلام اللي بيقول فيه ده بيني وبينك كد عليه وصح، قتل النيو وانتهم من النيو ودمر النيو دمار يا اخي، والكلام بتاعته الصح فيه والخيال فيه، الله يديك العافيه. استاذنا والضحويه في مصدار من الخرطوم ليشن دي، اي نعم، نحن بنقول التحيه والتقدير لكل الناس اللي مر بهم والضحويه من هنا وشاد الرحال ليشن دي العزيزه. المصدار كيف انه؟ والله المصدار اسمه يا ود الطيب مناسبته عندي خالي بداو ببدايه بسيطه كده كم مربعه جاي من شندي جاي الخرطوم، اي وانا كل ما مره بجي بقعد معاه اقول له ليه المزدار، اي قال لي يا اخوي جيب لك ورقه اكتب المزدار، المزدار ده صغير اي وملزم ترجعه كويس، وانا قاعد زي ما انت هسه سالت خياليا كده ما سافرت البلد رجعت المزدار، يا سلام، وخالي قال شربت الشاهي ساده وبيلبن في شندي، يا سلام، ودخلت السوق وقضيت كل غرضي اللي عندي، وجيت طالب المحطه نزحت ود الهندي وصلت الباص وتذكري للحجز ما عندي، وفيه ركبت شماع الظروف ده كان ادور وقام وودع سندي بيته وقانه، وشمال مركب جمال الناس وجدت مكانه، وفرحت تقول ملكت الدنيا باركانه، يا سلام، وكنت طلع البلد بين البلد مينامية، وطلع الظلط بين البلد مينامية، وشافتني شعرت بشاعر رميم ادعامية، انضمت بتملى حياتي باخلاق سامية، وانسكتت بتطلب فيي نيران حامية، يا سلام، نظرت لي بعين جدي سراحة، صبري لزمت وإلا الكبدة زدت جراحة، بدت الونس عامة القول بكل صراحة، قلت ليها الظلط قالت لي حد الراحة، وقال قلت كلام كثير بقلبي مو بلساني، وملكت شعوري بزوجك ملكت لساني، يا سلام، وربنا من فضائل وجوده به خصاني وجابك لي شوفتك شفا وانساني، يا سلام، قال قالت لي اظنك انت ما كنت عارف شندي طريقه بدري مع ابتلاه ومصاريف، قال ما رديت كنت على الحديث بالضارف الا بقلبي، قلت لسيل غرامي جارف،
سلام. سنين الباط جديد خاتي الخريف والقبة وسوى من في الحدي قطع الفياف معبة ما تبهل خلفتك راعي فوق الرقبة وما صدقت لما جينا عند القبة يا سلام. وقفنا دقيقة وقال سواقنا يلا نسافر وقبض السكة بوع بضراع الوافر لا قام لا نظم لا شفنا ساهي عافر سواق عين ومسلم عبيل وكافر يا سلام. وعقبة حديد تماكل السكة بمنشارة وصوت المكنة زي نظم المرل في الشارة وأشر للمحطات بالتحية إشارة ويا الخرطوم تقول جاك عندي جايزة بشارة ومنه نزلنا طالبين بقوات الفراس وفي حافلة ولقينا الكبري غير حراس عليه مهل الطمان محصلين عراس وسنة الشهداء منها والجمايل الراس وفيها نزلنا جملة منها تفرقنا ونظيف هدومنا لا تكتحنا لا تعرقنا خليل قال لك انت مغرب وشرقنا وودحتك يلا يا البيناري اتحرقنا وانا بعد الكلام ده قاعد وزول الزمني وجيت قلت له قول لي ودارمان خليل بكره انقدمنا نحله كرب عفشي ونيتي السفره داير الحله عليك كثرت مشاكل فوق ما بتنحل الا اشوف حدود الضامره مي من حله يا سلام. ورقيت الفجر ودعيني جاء في النوم قفل الحله والجبلاب تحوم باليوم كان المولى هو سهل الغيوم وادع اخواني لا ظالم ولا مظلوم يا سلام. وبيظلة التحدي سوى لنا عمرنا بكره نوين ليش عندي العزيز سفرنا قطعنا التذاكر في القيام فكرنا وجو الحله كل الماضي ذكرنا وبدات الرحله من بحري وطلعنا عشاننا وين وين فريق البيه مشغول بالنا سحر السد سجع الجمار الحال نسيته على البريده ودي مراتي في حالنا وقبض السكه باظره وقدم الحلفايه قبل ما صحي اني عامل بالنقع زوجايه انا وجمي سمحه وضوخي ديده مرايه يتونسنا ويتكيفنا طب للغايه قالت لي شندي بقت قريبه وسهله قلت له صح كلامك يا العيون الكاحله رب العزه ابدع صنعه فيها الجاهله رق ضميره من تقل الردايف واحله قالت لي كان خالك خليل ودانا شعر الرصين وبقصص الغرام حجانا أيه. اتفارقنا في الشهداء وخطرنا برانا وسع انت بالصدفه الجميله معانا قلت لها ما في عوج ان شاء الله تسلي سلامه وداك الجيلي ظهرت لينا منه علامه أيه. البزوقه تعجبه سمح نظره وما الله يغفل الدنيا ويزيد ايامه الله كباشي مسح وما ظهر لنا باين كثير الخاف من القلب بقاهنا يعاين أيه. كما الدنيا حالة والزمان الخايم ما سافرنا من سندي وسكننا مدايم أيوة. إن الرويان أبا نصيب ضايف حب الصاجة وجابر دح الغزال اللد كلاب وعجاجة أيوة. الآسي الخداد وكالذهب والجاجة عز وجمال صاحب الثروة مين محتاجة أيوة. وهجم الميجة قصده يحصل القبال بعد السفة سجل ويندرج بيشاله أيوة. ما دام الوقت باكرية ما حراله تمانية ونص بخش سندي بريح باله أيوة. خطف القبة بجنيح البطير انفر وقابل السكة عايم بالغفار والبر على المردود قفاهم من وسط من زر جاب نطحية وقبال النهار ما حر يا سلام وحصل شندي ويدلينا منه طرابة نمشي نعدي ما بنبيت العذابة أيوة مع الفجيلة نادرة وفايق عبد شبابة قصدي معاها عدي ياستي والسلابة يا سلام. وركبنا التاكسي دارين البحر والقضعة ودارين شوفة الخداد وصادعاه الصدعة صدعة أول عقرب غرام ومدوقان اللضعة صبح قلبي راتع في الخيالات رجعة وبعد ما قطعنا بينينا وركبنا الباص أصبح أمي شوف حظ الصيب الممتاز انغمات جمع لما كل الزاز ضامر خيل وعود عديل وجيد وقزاز خشابنا السيال جاني ولسات قدويات من كام يسطح فينا ما في قوي خلاه ليس الزراف منوي عارف جرح دامي وفي الضمير متكوي وشاف فوق الجوير جايب رشيش الفر يعجب بوري وتسمح الزقزاز وسر مع خطواته زي مر السحاب ما بترقصني معاه وقعدت ليل وكلمة سر وبدنا وراه طلعوا فرحنا فرحة شديدة عشان باقرين من بلد السماح والريدة العجبان بلوجن المحل خديدة ردفها خيل وعودة عديل وعنقها صيدة وخرم بالمغاوير بحديد الصم جاب ردح الكتاوي بالنقع من خم خلاني غير ما غني ما ليها معارف الدنيا زايلة وصلوا ما بتلم أيوة. حل الطيبة والعقابة جاهي سوى تقول هي ضمن عامات بالبطاين خوة مع العجك المبلح وفي النخل ما تقوى عسى الليلة في الميداي ما نقعد سوى الجبلاب وصناها ونسايم وشمن وحسيت بيبلا بالقلب ناحن ونمن النظرات جاحت في الضمائر ودمن عنده سنه وبيات القصيده انتمن بعد ما ارتحنا وتغدينا رقنا شويه قمنا على السلام ليهنا بالعصبيه ناس كلهم طيبه وشعور وحيه جبل عبد الرجال في النسبه عباسيه بكره صبحنا في سوق الخميس بكفافنا ويسالمنا وينبسط الخليل من شافنا والبنداقه ما بنفوته هو قافنا وعمنا بل ماضي عنده بيع اخلافنا في اخر القصيده قالها والضحاويه على حسن المتابعه لكم انت تحيه والصلاه والسلام للمرضى السعديه تحوم فوق قبره لا يوم القيامه هديه وتحوم فوق قبره لا يوم القيامه يا سلام.
لك التحية استاذنا. يديك العافية. الله يديك العافية ومتعك الله بالصحة والعافية. وحقيقة يعني مشاهد مراء البادية في حضرتك والله آخر سعادة. يديك العافية. الله يعافيك ويا البغدادي. الله أول حاجة والضحية قبيل ما شافنا فوق قلبي لا لا هوشنا هوش حار خلاص. نعم. وعقبنا عليه مصدار شندي لا لا سوى البدع ما بتبقى. نعم. أنت أخوي داري تقول لنا فوق السمحات شنو؟ الله. أنت ماك مقتول كتلي حار خلاص البغدادي. أنا أخوك كت. تسلم. يا أخوي المرة بعد جات وما انتهت. أيه. شوف وقفت وين وتمي الليل. أيوه. مربعات هنا بالمحاريب. الله الله انت لسه معاك انه تخيل خالي الله ما عشان. طيب واصل الشيك خشا خشة الوادح تسن زلال اي شرفا وقلا ويتحسسا عزال خاف قاطنة الخلق قلب المريض عزال شحوب لوني ونحو الجسم ورقاد ملالي نرهق مهجتي واعضائي كتم السالم ساميات العفاف انا قلبي ما بن سالم بتحسس نظرة في النوم بناي خيال خص الارايل الاغرق قلبي جمال طيف طل روحي تعلقت في حبال المرة انا بس بعتذر للمشاهد استاذنا يعني. والضحوية بما انه المعيد بيقول انه الباقي الزمن بسيط في الفخر بيقول الفهم الكعب بهين ما بيتبدل والذهب الاصيل بفضة ما بيتبدل انا اخو الفنجر الفج الكمين يتقدر لعز الناير والتامر بشريب الحد داري تقول شنو في الفخر الله يا اخي الفخور انا ما دار اقول لك مش دار الجعلين والناس كثيرة طالبوا قالوا بان احنا وهنا وقبيلتنا قالوا خلوها بالحيل والله وفيا اخي انا لكن الشيء اللي بقوله البحرية كله بيعجب والله زي ما انت هسه قبل ايام جيت من السعوديه وانا قبل 10 15 سنه كنت في السعوديه ومدحت زول من القسيم يستاهل المدح يا سلام اداني جائزه جزاه الله خير ما قصر معاي الله وربنا ان شاء الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله قلت له السلام يا ناصر الشغار امير العامه والسلام يا الدخل لكل الامور الهامه سلام يا من نشيد بالحق سياستك تامه وسلام يا رؤيتك تشفي الجروح الدامه سلام يا من سلالة البيت عزاز أجدادك سلام يا ربي من خير المبارك زادت سلام يا ناصر الحق لو عليه أولادك سلام يا بالكرم والطيبة عامر بلادك سلام يا من وشاح العز لا بيستاج سلام يا ناحل الإبل الفحلهن هاج سلام يا من نشيد بالفرة مكحاجك سلام يا الفيك بأمل كل زول محتاج سلام يا ناصر الشغار أمير الغوم وسلام يا ناصر انصرك الحي الغيوم سلام يا ناصر الزول اللي بقيت مظلوم سلام وسلام اليك عدد الايام مهدوم وناصر من اللي بينصر ينصف المظلوم عنده الخير يوفر وبسط بالكوم نحار سلام بالشحم مردوم عارف الدنيا فانيه وزايله ما بتدوم ويا رجحت ابليس بالندم والذله مكانك عالي من فوق لسهيل دعلا يا لبلك بتنحر للضيوف يا الله كرمك وهبة مو عاجي والتمر فوق دلا يا سلام ويا لبلك حشوهم بالذهب بالتمن الضاربع طرفحة فوقهم البهم ما تلمن اي صح رايه نعين من جيب شرطة أم الشبعانات شعير لا من بطون ينطمن يا سلام وناصرنا اللي بيعجب بسماحة ربه ما قصدوه ناس لواجب قمحه وصده فارس عركة الخير الصح العيش الدوين ما تبني بركز فوق حرارة جده وناصرنا اللي بلاقي الزول تقول وادعمه يحفظ المولى للعامة ويفرج همه نقول له ايش في على رشح بدمه ولا في العريس شبعان ولا تاخذ دمه يا سلام وفي النهايه بقول له شرفني بوجودك رفعتنا فوق وياك من فينا اللي رواك بيجيبوا الشوق ايوه الضيف اللي بيجي يعفه ورجاله وزوجه لي انا خاصه احلى من العسل في الضوق يا سلام ولي انا خاصه ولي انا احلى من العسل في الضوق والله مع تحيه السعودية وخاصة احنا العجبان في المملكة الله يديك العافية وانتو كمان لينا نحن برضو زي العسل في الضوق فرصة والله جمعتنا بأستاذنا والضحوية وبحبيبنا وعمنا الغالي احنا لما نقول عمنا عشان الغزل ده ولا ما نقول ما تكبرني اصلا انا ما انا كبير يعني عشان غنى الغزل وغنى ما مشكلة ما دعي للشيبات ليك التحية والتقدير بلال عثمان البغدادي والتحية والتقدير لأستاذنا والضحوية وكل التحايا والتقدير والمحبة لكل اللي بيشاهدوا أمراء البادية حتى نلتقي في حلقة ثانية من أمراء البادية
كنا سعيدين أي ما سعادة في حضرة الضيوف أساتذة وجميلين. لكم التحية أستاذنا والضحوية، وليك التحية البغدادي، والتحية لك المشاهد، ودمتم في أمان الله. شكرا جزيلا. Thank you.